الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الحدث. على الرغم من كل الأزمة التي يعيشها لبنان ربطا بالأزمة الرئاسية أولا والأزمة المالية ثانيا وكلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري البارحة يلي عنده دلالات كبيرة جدا على المستوى المالي والاقتصادي ومستقبل هذه البلاد ليس البعيد بل القريب جدا بالأسابيع المقبلة، إلا أنه أيضا في أذربيجان وفي أرتساخ المعروفة ناغورنو كاراباخ هناك أيضا تطهير عرقي. اليوم معي بالاستوديو للأرمن طبعا، أهلا وسهلا فيك أمين عام حزب التشناك النائب أغوب بكردونيا، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. امبارح منذ ساعات تابعنا معكم مظاهرة عملتوها قدام السفارة الأذربيجانية بعين عار، وانتو كنتوا عم توصلوا صوت يعني بما يحصل في أذربيجان. بدنا شوي نبلش الحلقة شوي كتير يعني شوي نحكي عن هذا الموضوع لأنه شفنا مواقف لألكم بهذا الموضوع، لألكم ولغيركم بهذا الموضوع. قديش مستوى كان التجاوب معكم بلبنان بهذا القضية؟ يعني ما بعرف ليش بلشت تسأليني هيدا السؤال بالضبط، لأنه مبارح كان عندكم مظاهرة وكنتوا لوحدكم فيها وكنتوا متوقعين حدا يكون. لا نحن أولا الدعوة للمظاهرة ما كانت دعوة عامة لكل الشعب اللبناني، عم نفكر مع الوقت منشوف شو بنعمل، بس كان موجه للأرمن. أكيد حضروا كمان ناس من أصدقائنا منهم أرمن بس حضروا المظاهرة ومنشكرهم أكيد. هلأ بالنسبة للتضامن داخل لبنان أكيد في تضامن على مستوى الأطراف السياسية ورجال السياسة. يعني قبل أسبوع أول ما بلشت عملية الإبادة بأرتساخ ناغورنو كاراباخ كان أول حزب عمل بيان تضامن واستنكار كان حزب التقدم الاشتراكي، ومشكور وليد باك وزميلنا تيمور بهالموقف المشرف. وصار في مواقف أخرى ما بدي أحكي طائفيا بس بحب شدد على شغلي، كل الأحزاب المسيحية من الأحرار للقوات للطيار للكتائب للرابطات المسيحية وشخصيات تضامنوا مع هالموضوع، جزء منهم أكيد استنكارا للواقع وجزء آخر بالموضوع الإنساني أنه في شعب 120 ألف إنسان مرحوا أرمني، 120 ألف إنسان عم بيتعرضوا لإبادة لتطهير عرقي لتهجير، ونحن ساكتين. بس بتأسف بدي أقولها، أنا عن جد محرج، بس بدي أقول ولا صوت مسلم لا عند إخواننا السنة ولا عند إخواننا الشيعة. نفهم وضعهم، محرجين بين تركيا وأذربيجان، يمكن الشيعة محرجين مع الموضوع كمان، لكن وبدي أقولها هيك بلانتلي، بأي ضيعة بأوروبا إذا بيحرقوا الإنجيل المقدس أو القرآن الكريم بتقوم القيامة من أصغر مسؤول مسيحي لأكبر شيخ مسلم أو إمام مسلم. إذا في كنيسة احترقت بباريس قامت القيامة، وعشرات الكنائس عم بيحرقوا، وعشرات الرموز الأرمنية عم بيدمروا بكاراباخ، ولا صوت تضامن من إخواننا المسلمين، مع أنه نحن ولا مرة صار في تقصير من قبلنا لأمور نحن بنعتبرها أمور جوهرية، مش لأنها أمور
بتتعلق مع المسلمين بتأسف وبعدنا ناطرين، لأنه بالآخر إذا ما بدهم يستنكروا الموضوع، إذا ما في إيدينا على القليلة يقولوا أن الموضوع إنساني، في 120 ألف أرمني عم بيموت قدام العالم، في إبادة، أول إبادة للقرن 21 عم تحصل اليوم، لكن نحن ساكتين. بدي أعرف ليش ساكتين، وبدي أسمع منك هل تواصلتم أو حدا تواصل معكم، مش ضروري بالإعلام، وليش عم بتقول أن المسلمين ما قالوا ولا موقف تضامنا مع الشعب الأرمني يلي بأذربيجان بأرتساخ، وعلاقتكم اليوم بهذه القوى هي علاقة ممتازة مثل ما بنعرف نحن يا أستاذ أجاب أنه أنتم كتير قراب مثلا من الثنائي الشيعي بالسياسي عم نحكي، هلا عم نحكي اكثر بهذا الموضوع، بس عم بتقلي المخرجه انه نحن مضطرين ننتقل شوي صغيره على معمل الجيه، مزبوط؟ بده يحكي وزير الاشغال من هناك، بدنا نتابعه وبنرجع لحلقتنا. سين على الهواء؟ خلص خلينا يلا كل جاهز. أول شيء أهلا وسهلا فيكم على دقيقة، بس على الهواء تأكديني لشو ها هيدا هي خلاص أبو موسى أعطيني استنى نحن بانتظار أنه يجهز وزير الأشغال العامة من الجية لمتابعة ما سيقوله. كنا من شوي مع زميلتنا جاسانت بجولة لها على بالمعمل هناك لنشوف هلأ شو رح يقول الوزير. كنت عم تقلي أنه الوزير عم يعمل جولات منيحة بال الوزير عم بيحافظ على حقوق لبنان والشعب اللبناني. نعم، وأنا بهنيه وبشد على إيده لأنه عم بيسترجع حقوقنا يلي يمكن نحن ناسين بوقت من الأوقات، يعني حتى ننسى أنه إذا 50 متر بنقول أنه مش مشكل، بس في الآخر هيدا الموقف. لنشوف مع أنه حتى هلأ يعني عم يتلقى انتقادات كتير على مستوى المطار والمرفأ وإلى آخره، بس بدنا نرجع لوزير الأشغال نسمع كلمته ونرجع لحلقتنا. ووفقنا انه مضينا مذكر التفاهم مع مديريه الشؤون الجغرافيه قياده الجيش اللبناني لمسح الاملاك العموميه البحريه. خلينا ناكد شو هدفنا نحن بمسح الاملاك العموميه البحريه، شو اللي بدنا اياه كمعلومات. الشاطئ اللبناني ما تم مسحه بشكل قانوني منذ العام 96. 96 طبعا صار في تغييرات عديده، تعديات اضافيه الى اخره الى اخره. لقطع الشك باليقين حتى يكون مشروع وطني ذات أبعاد وطنية، ليس فقط تأمين إيرادات للدولة، كمان للناس تقدر تنزل تسبح برياحة وما يكون حدا حاطط إيده على مكان وواهم المجتمع أنه هو هذا المكان لإله. طبعا نحن بعض المنتجعات العديدة، وطبعا مش المقصود المنتجعات، احنا بدنا نمسح الاملاك العموميه البحريه من الناقوره للعريضه. بالتالي الهدف الاساس هي مسح الاملاك العموميه البحريه على ان يتضمن. اول شيء نحن بدنا نشوف المراسيم. يعني صدرت مراسيم من الحكومه اللبنانيه. هل يتم الالتزام بالمراسيم؟ التعديات الحاصله. بمعزل عن التعديات التي وصفها مجلس النواب بالاشغال المؤقت الغير قانوني. والإشغال الغير قانوني وغير مؤقت، بل نحن مع الجيش اللبناني مشكور ودون مقابل يقوم بمسح البحر. وتعرفوا قديش تكلفتها المالية هيدا. حنشوف نحدد الأملاك العمومية البحرية. شو عنا بالدولة اللبنانية؟ شو عنا أملاك عمومية البحرية؟ أضف إلى ذلك الأملاك الخاصة المتاخمة للملك البحري.
هل متعدية على الملك العام البحري أم لا؟ كمان ده سؤال. السؤال الثاني مساحة التعدي. هي بعد ذاتها من سنة 96 ولا تغيرت؟ ماهية التعدي؟ سياحي، زراعي، تجاري، سكني، اقتصادي؟ مين المتعدي؟ وجهة استعمال التعدي. أضف إلى ذلك، نحن نعمل مع جيش اللبناني بال 96 مع نفس المديرية الشؤون الجغرافية مسح. وبعدين صار كل واحد يقول أنا عملت مسح وإلى آخره. بالتالي نحن اليوم عم نعمل إعادة تحديث مع المسح مع نفس الجهة الصادقة بعملية، ولا حدا قادر يقول شو عم تعمل. لحتى نشوف كمان نقارن. كمان هالإدارة كانت غلطانة ولا مش غلطانة؟ طب اللي كان مسحه بال 96 ألف متر مربع وكلفته الإدارة 500 متر مربع، شو الأسباب؟ هذا الموضوع ما حدا ياخده بشكل كيدي، وما حدا يتعاطى معه بشكل مناطقي، وما حدا يتعاطى معه بشكل مذهبي. هذا الموضوع وطني بامتياز. نفس الناس يعني بعض الأمور بتقول أنه ما عادش في مساحات للناس تسبح فيها. هذا الموضوع لن نقبل به. بالتالي هذا الموضوع رايحين فيه للآخر. وأنا في مكان ما أتمنى أن يقارب الموضوع بشكل وطني. وبتشكر أنا كمان أضف إلى ذلك يعني بعض اللي عندهم مراسيم التعاون مع الجيش اللبناني طبعا على كامل الشط اللبناني. هذا الموضوع تقصدنا نعمل زيارة ميدانية، وأنا بدي لو سمحتوا، الجيش اللبناني استورد معدات واشترى معدات وجهز فرق، حيشرحوا بالضبط آلية المسح البحري بتفاصيله. ونحن مع مديرية الشؤون الجغرافية خلي يكون من نخبركم إياها، مش بس حتوقف معنا على الأملاك العامة البحرية، لا بل مع مديرية الشؤون الجغرافية هيدا سابق لأوانه حنروح للمسح الجوي فوق مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، اللي هي ضمن متطلبات الإيكاو والمنظمات العالمية للطيران. التعاون مع مديرية الشؤون الجغرافية بده يتعزز، بدنا نعززه أكثر، لأنه مؤسسة الجيش اللبناني مديرية الشؤون الجغرافية تملك من المعدات والقدرات الفنية والعلمية اللي بتوازي كل شركات العالم. وشكرا جزيلا. إذا كنا مع تصريح وزير الأشغال من ألجيه. بدي أرجع لألك أمين عام حزب التشنك النائب أجو بكر دنيا، بعتذر على المقاطعة ولكن يعني لابد منها بالنقل المباشر. كنا عم نحكي نحن وياك، عم بتقول أنه اليوم بلبنان الأحزاب المسيحية تضامنت مع هذه القضية التطهير العرقي اللي عم بيصير من أذربيجان من ناغورنو كاراباخ، باستثناء طبعا تضامن أيضا لحزب التقدم الاشتراكي، ولكن الأحزاب المسلمة ما سمعت لها صوت. ليه؟ بدك تسأليهم ليه؟ أنت بتعرف. بس نحن في عنا عتاب أنه معقول بهيك موضوع إنساني، ننسى السياسي، بهيك موضوع إنساني كبير بيتعلق مع الشعب، بالشعب الأرمني، هيدا الشعب يلي هو بطبيعته شعب مقاوم، وأذربيجان عم نحكي عن دولة أكثر من 50% 60-70% ل90% سلاح من تركيا وإسرائيل، و80% من الخبراء بالجيش الأذربيجاني خبراء الجيش الإسرائيلي. اليوم بعدنا قاعدين إنه لأنه دولة أذربيجان دولة مسلمة ما فينا نقول كلمة تضامن مع أخوانهم بالمواطنة بلبنان أو مع كل هالشعب والأرمن بلبنان وسوريا وإيران والدول العربية. إيه في عطب أكيد، في زعل أكيد، وصار في اتصالات قالوا لنا إن شاء الله. كيف يعني صار في اتصالات؟ يعني أنتوا اتصلتم مثلا بحزب الله وحركة أمل، قلتوا لهم، عاتبتوا، عبرتوا عن عتبكم؟ مش إنه عتبناهم، خبرناهم إنه في هيدا الموضوع. إيه. وهن أدرى مني إنه شو عم نحكي. بمين اتصلت؟ ما رح أقول. بالحزب والحركة. بالكل. من شخصيات وحزبيين ومسؤولين.
يعني الحكومة اللبنانية أنجح قبل شهر وشو قبل جمعة وشوي ورئيس مئاتي كانوا بنيويورك وزير الخارجية عمل بيان شبه تضامن. نشكره بس هيدا مش موقف الحكومة اللبنانية. رئيس مئاتي غايب عن السماء. امبارح اتصلت وقت المظاهرة بالرئيس مئاتي مرض. وزير الداخلية مرض. اتصلت بمدير عام قوى الأمن الداخلي وجه له التحية اللواء عثمان. نعم. قال لي هيدا الأوامر، يعني في أوامر سياسية. أوامر بشو؟ أوامر بقمع المظاهرة. امبارح جوزفين بالمظاهرة في عنا 30 جريح، شباب أعمارهم بين 14 ل20 سنة، نساء، رهبان وخوارنة. كرمال شو؟ تنحافظ على السفارة. قال لك اللواء عماد عثمان بأنه هذه هي الأوامر. هي هذه هي الأوامر. بس هن بالمقابل كانوا المتظاهرين عم بحاولوا يقتحموا السفارة. لا. أولا لا عنا قرار اقتحام ولا عنا نية اقتحام. إذا حدا بيعرف بهيك أمور، إذا في قرار اتهام اقتحام أو دخول السفارة، ما منتعلها مظاهرة، نعملها على السكيتة، ما منخبر أجهزة الأمن من نهار التنين أنه في عنا مظاهرة نهار الخميس. هيك أشياء كلنا منعرف بهيك أمور أنه كيف تصير. كيف شو كيف بتصير؟ يعني قصدك الرئيس مئاتي، يعني إذا وزير الداخلية هم الذين أنه أصدروا القرار بمنع المتظاهرين من شو؟ جوزفين من التظاهر. قبل جمعتين استاذ أجاب، تخبرك القصة. قبل جمعتين 30 شاب منهم حزبيين، شباب، أول ما بلشت القصة بدك تشرب مي؟ لا، طلعوا على السفارة عشية الساعة 4:30، كبوا شوية فيد ارتفيس ألعاب نارية، وكبوا شوية بوية على مدخل السفارة ورجعوا. ما كان في حدا، لا كان في أمن، لا كان في عسكر، لا كان في حدا، ما فاتوا. اتدخلت السفارة التركية، اتدخلت السفارة الأذربيجانية، الأمم المتحدة، السفارات الأوروبية وغير الأوروبية، ودخلت هيدي اليوروبيان شو الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، طلبوا الشباب، قلنا لهم نحن هودي مش شبابنا. صار في ادعاء وطلب من النيابة العامة الأذربيجانية للنيابة العامة اللبنانية، صار في طلب من وزير الداخلية ومن الرئيس مئاتي لتوقيف الشباب. كرمال شو انه راحوا وكبوا شوية بويا؟ شو هالعقلية؟ على القليلة شوية احترام. ايه نحن مسلمين، نحن بنحترم الآخرين، بس لما السكينة بتوصل على الرقبة. لا، قصدك وين يعني السكينة وصلت على الرقبة؟ يعني مبارح تشوفي جوزفين ردة الفعل للقوى الأمنية، الشباب أصحابنا ومنحبهم ومنعزهم، هيدي الأوامر هن عم بينفذوا، ما عندي شيء ضدهم أبدا، بس اللي عم يعطي الأوامر هو المسؤول، اللي هو الرئيس مئاتي ووزير الداخلية. قصدك أكيد مين بده يعني أنه طيب اتصلت فيه للرئيس مئاتي، وزير الزراعة يعني، ايه اتصلت فيه للرئيس مئاتي مرض يمكن بالعزاء مرض، وزير صح. الداخليه مرض، وزير الداخليه مرض، وبعدين ما رجع اجاك ولا اي خبر منهم انه ليش فيه صار هذا التصرف؟ لا. ولا توضيح. لا. أبدا. هذا بما خص التظاهر. ومين بيتحمل مسؤوليه 30 جريح؟ في عندي 30 جريح، واحد بعده بالسوين الانتنسيف والثاني عمل عمليه، في حدا منهم بالعنايه الفائقه؟ ايه. ليه بإصابته؟ أنه بإصابته من هيدا الغاز المسيل للدموع والعنف اللي استعملوه ضدنه. أنا كنت برأس المظاهرة، كنت قدام الشباب،
كنت قدام قوى الأمنية. طب ما يصير في اصطدام، مش هيك بيتعاملوا مع ناس كل حياتهم عبروا عن وطنيتهم للقضية اللبنانية ولا القضية الفلسطينية ولا كل قضية حقوق الشعب؟ على القليلة يخلونا نعبر عن حالنا. عار يلي عم بيصير اليوم هون بالسياسة أستاذ أجاب، من تحمل المسؤولية؟ يعني بالسياسة عم تحمل مسؤولية هاو يلي عنده المصالح بتركيا وبأذربيجان. مين يعني؟ يلي عندهم مصالح، يلي عندهم شركات. بالسياسة اليوم انتو بالجديد بتعرفوا انتو في عندكم لوائح مين مين عنده شركات، وحضرتك بتعرفي كتير منيح سميها. شوفي مين عنده تليكوم تركيا، مين عنده علاقات مع أذربيجان، مين كل ساعة انه بيطير على اسطنبول وبيرجع من أنطاليا، فيك تعرفي. بالسياسة اليوم انتو مقربين من الثنائي الشيعي، وهذا أمر معروف من زمان وجاية. اليوم هل خاب أملكم بهذا الموقف؟ بعدم أصلاً صدور إيه؟ موقف؟ صراحةً إيه؟ أكيد. وبقولها بزعل، بقولها ب يعني مش إنه موضوع بفتخر فيه يعني إنه أو عامل حالي بطل إنه عم بنتقل. إيه أكيد. في خيبة أمل. يعني اليوم هلا عن عبر هذه القناة، عبر هذا البرنامج، انت عم بتوجه رسالة الى الثنائي بخيبة امل. عم بوجه رسالة لكل اخواني بالمواطني. اوكي. شيعي سني درس. بس حضرتك بلشت الحلقة اوكي بس حضرتك بلشت الحلقة بانه في كان انقسام بالمواقف، انقسام طائفي، حضرتك قلت مش انا. في انقسام. فهذا كرمال هيك انا عم بقول لك انه اليوم انت هلا اذا عملوها هلا ما لها عازة بقى، خلص التضامن ما بينطلب، ما حدا بيطلب مني يتضامن مع القضية الفلسطينية، ما حدا بيطلب مني يتضامن مع بموضوع إنساني. إذا حدا بيطلب نحن منا شحدين تنطلب، نحن عنا قوتنا، عنا إرادتنا، وفينا نحصل بدمنا وبإرادتنا. هيدا الوجه ما كنت شايفة؟ لا أنا متفاجأة فيك شوي. يعني دايما هل قد كان الموقف صعب؟ هل قد كان الوجه والابتسامة ومسالمين وطلاب ال ودايما بس تطلع معنا بحلقات بس يعني بس بالآخر جوزيفين يعني يحترمونا شوي. طيب شو رح تعمل؟ ما رح أعمل شيء، رح روح على البيت هلا أو على المكتب ونشوف شو بنعمل. قصدي كيف رح ترجموا هذا الغضب من انتو لبنانيين يعني، وحزب لبناني ارمني لبناني، وانتو نواب في البرلمان اللبناني، وانتو فريق مشارك في الانتخاب وفي التشريع وفي كل شيء يعني، وفي الحكومة، في خطوات، في 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 شغلات عم نبحثها. مثل مثل انه مطالبة من الحكومة لموقف رسمي، مطالبة بالمجلس النيابي لموقف رسمي، نشوف بعدين. هلا بعد شوي بنحكي عن الملف الرئاسي اللبناني، بس قبل بدي نكفي بهذا الملف تحديدا. بس اليوم استاذ أجاب يعني حضرتك مفهوم طبعا لانه اللي عم بيصير هو تطهير عرقي، بس اليوم هذا التطهير العرقي يحصل بإرادة جماعية. يعني جاوبني على سؤالي وقل لي إذا كنت غلطانة. يعني اليوم روسيا قبلانة، أرمينيا كأنه قبلانة، صدر قرار عن أذربيجان بحل هذا الإقليم، وحتى يعني هذا الإقليم اللي أنتم بتسموه أرتساخ رح يبطل موجود، وهذا بموافقة مش بس أذربيجانية صح؟ تركية أكيد. موافقة روسية وأرمينية. تفضل. الموضوع معلش إذا شي دقيقتين تفضل. بيرجع للتاريخ. نحن الشعب أرتساخ موجود على هالأراضي منذ 2500 سنة. جمهورية أذربيجان تأسست سنة 1918، وأصلا ما كان في أذربيجان، كان قسم من إيران. الاتحاد السوفيتي إجا ستالين
صلخ منطقة نخيتشيفان الأرمنية يلي ما عندها ممر لأذربيجان، ما لها حدود مع أذربيجان، وعطى لأذربيجان. كان في أرمن منطقة أرمنية، اليوم ما ضل في غير المقابر يلي عم بيدنسوا المقابر كمان الأتراك والأذربيجاني. منطقة كاراباخ كانت منطقة جمهورية حكم ذاتي ضمن إطار أذربيجان. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مثل كل الجمهوريات، كمان جمهورية كاراباخ أعلنت انفصالها عن الاتحاد السوفيتي وأعلنت استقلالها، وصار في تحرير لبعض المناطق يلي كانت بالانكلاب الأذربيجاني. إجا قبل سنتين بشهر سبتمبر أكتوبر 2020 أذربيجان شنت هجوم على المنطقة، سقط وقتها 200 شهيد، لا سقط 5000 شهيد. الحكومة بأرمينيا ما قدرت تساعد وتقاوم لأنه حكومة جديدة إجت الربيع مثل الربيع العربي والربيع الملون بدعم غربي أمريكي غربي وبلا مبالاة روسي. أنا عم بقولها بكل صراحة، لا بيربطني علاقات مع روسيا ولا تربطني علاقات مع الغرب بهالموضوع. يعني أنا بالآخر موضوع أرمينيا وموضوع كاراباخ ما بيخص بس أرمن أرتساخ أرمن أرمينيا. أنا اللي عم بيصير اليوم ضرب لكل الشعب الأرمني من كاراباخ لأستراليا للبنان لليابان للصين. الشعب الأرمني، القومية الأرمنية، الأمة الأرمنية اليوم بخطر، وكلهم من الغرب والشرق والجيرة وبعيد ضلعين بهالمؤامرة. السبب الغاز الطبيعي بأذربيجان، وأنا بيب النفط، أنا بيب الغاز، بتمرق من أرمينيا أو بتمرق بين إيران لتركيا لروسيا ويجد حرب أوكرانيا، وبالإضافة لأغلاط الحكومة الحالية بأرمينيا باشينيان. يعني يلي نحن الحزب بأرمينيا، تعرف أنه نحن في عنا الحزب بكل أنحاء العالم وفي بأرمينيا، نحن بالمعارضة، إجت وسلمت قبل شهر بيعلن رئيس الوزراء أرتساخ ضمن الأراضي الأذربيجانية، أكيد تحت الضغط، وبيعلن مناورات عسكرية مع الأمريكان. طيب الروس ردة فعلهم، مع أنه أنا مني مع هالردة الفعل، لأنه إذا هن بدهم يعاقبوا رئيس وزراء أرمينيا ما بيعاقبوا البلد، ما بيعاقبوا الشعب الأرمني، ما بيجوعوا. نعم، وضربوا حصار على أرتساخ 10 أشهر، لا مي لا كهرباء لا مستشفى لا أدوية لا غذاء لا, لا 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 أغذية ولا شيء، ولا حتى مساعدات أوروبية إجت بعد الشحنات وقفة على ممر لتشين. 10 أشهر ولا نقطة مساعدة، حتى المرضى ما قدروا ينقلوه من أرتساخ على أرمينيا. إيه أكيد قدام هيدا الوضع، وبعدنا عم نحكي عن الديمقراطيات، عن البلدان المتحضرة وحقوق الإنسان، حق الكلب اليوم بالأسف بتقوم القيامة على السوشيال ميديا إذا حدا ضرب كلب، بتقوم القيامة لما طلع بأمريكا العسكري البوليس ضربوا مواطنين، قامت القيامة والزعماء اللبنانيين صاروا عم بتسابقوا انه مين بده يدين اكتر يبين انه هو انساني وهو بس بالاخر الواقع لا في هو انسان لا في ديمقراطية، في ديكتاتوريات اعلامية سياسية اقتصادية ومصالح نفط وغاز اهم بكتير من حقوق الشعب.
ننقل للبنان. ننقل للبنان بس بعد فاصل اعلاني. بدي توقف مع فصل اعلاني وبعدها بننقل للملف الرئاسي اللبناني وموقفكم انتم كحزب طشناك يلي كان دائما مع الثنائي اذا ماني غلطانه من بدايه هذه الازمه حتى الامس. مش دائما كنتوا مع سليمان فرنجيه، صوتوا لسليمان فرنجيه بجلسه 14 غيرها. انا اعلنت انه صوتنا لسليمان فرنجيه. لا نحن بنعرف انتوا بتعرفوا وانتوا ما بتعرفوا شو ما صوتت لسليمان فرنجيه. انا قلت بالمجلس ايه بعد انتهاء عمليه الاقتراح مين قالكم صوتنا لسليمان؟ بعرف انه قلت هيك بس لماذا لا تقول يفتشوا لماذا لا تقول للبنانيين ولا اللي اللي بتمثلهم يعني مين صوتت؟ حقي كنائب لبناني ليش بيقولوا عمليه اقتراح سريه؟ ليش بيقولوا بس هذا خيار سياسي بكره باخر انتخاب من حق لما بتصير الناس في جلسة يعرفوا خيارك لما السياسي لما بتصير في جلسه سياسي جلسه جديه لانتخاب الرئيس قبل الانتخاب مش بعد الانتخاب قبل الانتخاب نعلن انه مين لمين بدنا نصوت. طيب هلا بدك تزعل مني خلينا نطلع من هالمسرحيه نطلع من هالمسرحيه هي مسرحيه بس هلا رح تزعل مني. منهم من قال انه الارمن كانوا محرجين انه المسيحيين بمال وهن شو بدهم يعملوا كيف بدهم يروحوا مع الثنائي وهن المسيحيين بميل ثاني وكانه المسيحيين كانوا بيعرفوا انه جهاد أزعور انه جهاد أزعور ما رح يوصل بغض النظر كانوا عارفين انه اتفقوا على شخص اللي ما حدا بده. اوكي بغض النظر عن هذا الموضوع انا عم بحكي وقتها كان الانقسام ليش المسيحيين سالوا راينا بالموضوع مسلم ليش الاحزاب الموارنه سالوا راينا ما حدا حكى لكم ولو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ما حكى لكم كان في اتفاق مسيحي او اتفاق ماروني بالموضوع لا ما عم بقول هذا الحكي تقلك انه نحن صوتنا لسليمان لا في حزب كاثوليكي يعني بلبنان مثلا لا في قيادات كاثوليكيه في قيادات ارثوذكسيه اوكي بس كلها هي تحت الاحزاب يلي هي التقليديه رئيس مجلس النواب بنو قياده ارثوذكسيه عال بس انا عم بحكي بالاجمال القوى السياسيه المسيحيه بالبلد بمارونيه هلا مش حفوت بهذا النقاش هلا بعد الفاصل بدي فوت اكثر معك بهذا النقاش انه اليوم شو كان موقفكم ب 14 حزيران وليش ما اعلنتوا مين انتخبتوا لانه الكل اعلن مين انتخب. فاصل قصير وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا وإلى هذه الحلقة مع ضيفي أهلا وسهلا فيك مجددا النائب أجاب بكرادونيا. كنا عم نحكي طبعا بداية الحلقة كانت كلها على قضية التطهير العرقي اللي عم بيصير بأذربيجان وهجرة الأرمن من أرتساخ إلى أرمينيا. أكيد التطهير العرقي بند معترف عليه دوليا بالقانون الدولي أنه عملية إبادة يعني انتوا عم تقولوا انه اليوم يعني هذا الشعب انه عم بيتعرض لاباده اخرى جريمة ضد الانسانيه واللي عم بيرتكبوا هيدي الجريمه هن اكيد مجرمين ومجرمي حرب. اوكي بس خليني انا اقول انه هذا بقرار سياسي عم بيكون بقرار سياسي وتغطيه من اكثر من دوله. اكيد طيب من الملف الرئاسي اللبناني كنا قبل ما نختم أول محور من هذه الحلقة كنت عم بحكيك عن جلسة 14 حزيران. يومها خرجت من الجلسة وقلت لوسائل الإعلام مين قالكم نحن انتخبنا سليمان فرنجية بوقت كانت كل الأحصاءات وكل السونداجات بتشير إلى أنه الأحزاب المسيحية والمعارضة مع الحزب التقدم الاشتراكي بميل وأنتو والثنائي بميل تاني. هلا حضرتك ما بدك تقول هذا الشيء بدك تخلي انه هذا الشيء غير معلن بس اليوم انا كصحفيه بواجبي اسالك انه اليوم من انتخبوك بمجلس النواب حقهم يعرفوا خيارك السياسي لانه انتخبوك على اساس خيارات سياسيه وايضا لانه حضرتك بتمثل المقعد الارمني ايضا بس خيارك السياسي اليوم هل تبدل ولا بعده مثل جلسه 14 حزيران؟ انا قلت لأنه كان في تنمر كمان من بعض الصحفيين بالمجلس مش لقالي بس شفت كل اللي طلعوا صرحوا وتعرضوا لهالتنمر. نحن خيارنا السياسي معروف
شو هو؟ خيارنا السياسي الوصول إلى رئيس توافقي، الوصول إلى رئيس لا يحصل فقط على 65 صوت، لأنه في عنا تجربة في رؤساء وصلوا بأصوات 100 و110 و120 بتلتين أو أكثر، وبعد سنة سنتين شفنا من الحملات على رؤساء الجمهوريات والمطالبة بالاستقالة. يعني إذا نحن بننتخب رئيس جمهورية بنص زائد واحد أو زائد اثنين، معناتها أنه نص الشعب اللبناني ضد هيدا الرئيس، لأنه نص المجلس بيكون منتخب. هلأ ما بدي فوت بالأرقام أنه هيدا النص شو بيمثل عدديا، لا أنا بهمني أنه أنتو ضد انتخاب رئيس ب65 صوت. نعم، بكل وضوح. عمو سليمان فرنجية بجلسة 14، مين قال لك انتخبنا؟ عم ترجع تسألين أنه ليش انتخبتوا سليمان فرنجية؟ مين انتخبته؟ هيدي سر نحن مسؤولين عم أمام الرأي العام والشباب والناس اللي انتخبونا، وكتر خير الله بالانتخابات جبت 41 صوت شيعي بالمثل، وجبت يمكن شي 100 صوت غير أرمني. بقى أنا مسؤول عن كلامي، مسؤول قدام يلي انتخبوني، وبالآخر ما بيصح إلا الصحيح. شو يعني؟ يعني بالآخر خيارنا بيكون لمصلحة لبنان ولمصلحة كل لبنان، مش لمصلحة يعني اليوم طرف يعني طرف عم بتقول آخر. خياركم اليوم لمصلحة رئيس توافقي هو الخيار الثالث الذي تحدث عنه جان إيف لودريان؟ لا مش بالضرورة، لأنه أنا التقيت بالمندوب الفرنسي. التوافق يصدر بعد حوار. هلأ بالأسف نحن بعدنا قاعدين وناطرين أنه يجي لودريان ويجي المندوب القطري تا يعطونا أنه كيف بدنا ننتخب رئيس جمهورية. نرفض نقعد على طاولة وحدة، نرفض ناخد ونقعد بثنائيات، مش بالثنائي الشيعي يعني، ثنائيات حوار ثنائي. بس كلنا منلبي دعوات المفادين من الخارج، ولا سمح الله لا سمح الله مثل ما صار ايام الحرب اللبنانيه 14 سنه 15 سنه حرب ودمار وقتل وذبح، رحنا قعدنا مثل الشاطرين وقت اللي هزوا العصايه الامريكان والسوري والسعودي انه روحوا تحاوروا بالطائف. ونفس الشيء حصل بعد 7 ايار، رغم تحذيراتنا انه رايحين لفتنه نتحاور قبل ما نتقاتل، بعدنا قاعدين ناطرين العصايه. نحن مبين هيك معودين ومنعلي السقف بدون واقعيه سياسيه. لا انا بشوف انه في ضروره للحوار. هلا الرئيس بري جرب مرتين وبالاسف ما نجح، وباعتقادي المندوب الفرنسي كمان ما نجح. وحسب معلوماتي لهلا المبادرة القطرية كمان، يلي هي مبادرة برعاية الخماسية، بعد ما عم تعطي نتيجة. ليش شفتوا الموفد القطري؟ لا ما شفتوا بعد. ما أصلا الموفد القطري عبرنامجه أنه يشوف الرئيس بري وممثل عن حزب الله والوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع بس، هيدا اللي ببرنامجه يعني، ما شاف حدا تاني، ما شاف حدا تاني غير. بس هلأ في تحضير لزيارة وزير الدولة القطري محمد الخليفي اللي جاي على بيروت قريبا على أساس، ولعودة جان إيف لودريان القريبة إلى لبنان. اليوم في كلام فرنسي صدر عن جان إيف لودريان بكلامه للوريان لوجور، بكلام كتير واضح ومفصلي عن طي صفحة معادلة سليمان فرنجية وجهاد أزعور والذهاب إلى خيار ثالث. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ هلأ أنا وقت اللي التقيت بالموفد الفرنسي قال لي بالحرف الواحد، يبدو، وهذه كلمة يبدو
كلمة مهمة، إنه المعادلة ما رح تنجح. ويمكن هيدي كلمة مهمة، لازم نفكر عن خيار ثالث. بس سمعته شو قال وقال لي بلوريان لوجور ومن الرياض تحديدا، وقال لي إنه ما عندنا أسامي ونحن بنترك للبنانية هن يحددوا مين الرئيس. ممتاز. بس كمان اليوم من مصادر الفرنسية وحتى جان-إيف لودريان يقول إنه اليوم القوى السياسية اللبنانية تكابر، ما بدها تصدق، يعني ما بدها تقتنع. بارح مصادر السفارة الفرنسية قالت للجديد بأنه القوى السياسية عايشة بعالمها. يعني حضرتك لهلا، ما تواخذني بس رح نقولها بما أنه عم نحكي يعني الأمور مثل ما هي، يبدو ولكن هيك اللي. ويمكن أنا ما بكذب، هيك قال لي. ما بيعني أنه ما خلصت، ما قلت أنا هيك، ما قلت أنه ما خلصت. أفضل أقول أنه في واقع جديد، إجوا كلهم الخماسية قالوا ما مش الحال، روحوا توافقوا. طب هلا انه بالاخر لازم لودريان يقول انه روحوا توافقوا تنقتنع انه بدنا نتوافق؟ الرئيس بري صار له كذا سنه عم بيقول تعالوا تنتوافق، بيقعد على الطاوله، انا مستعد، عنا مرشحنا وعندكم مرشحكم، نحكي نقنع بعضنا ومنشوف بعدين شو بيصير. نحن لا، بدهم يسحبوا مرشحهم وبعدين منشوف. لا ايه، في تكابر، في تكابر مكابرة. يعني اليوم طيب انتو كحزب تشناك موجودين عندكم نواب، انتو اليوم مع الرئيس بري بدعوته الى هذا الحوار؟ نحن مع اي دعوة للحوار باي شكل من الاشكال من 1943 لليوم. بس فريق المعارضة المسيحية يلي هني ثاقبت انه الانقسام هيك بهذا البلد على الملف الرئاسي، انه عم بيقولوا انه هذه الدعوة الى الحوار هي دعوة مفخخة اولا، لانه الثنائي يريد ان يفرض سليمان فرنجية عليهم، ثانيا هذا تكريس لاعراف غير موجودة بالدستور. على اساس انه بالدوحة كل شيء اللي عملنا كان تكريس بالدستور، انه بالدوحه كلنا رحنا كلنا سوا، كلنا سوا رحنا، هاي كان مكتوب بالدستور انه ايه في حوار، وعلى الطائف رحنا كلنا سوا، كان مكتوب بالدستور انه لازم نعمل جلسه حوار خارج لبنان بالطائف، مع كل احترامي للي حضر ونتيجه الطائف ونحن مع الطائف بصغراته بس مع الطائف، بس بالاخر انه هلا بلشنا نفكر انه هيدا خارج الدستور ولازم ننزل على المجلس. اي هلا طيب انتخبنا يعني... انتخبنا نحن الرئيس ميشيل سليمان، الله يوجه له الخير، فقط النائب بطرس حرب اعترض بحضور كل زعماء اوروبا وغير اوروبا انه بدنا تعديل دستور للتاريخ، ما حدا اعترض. انه على اساس انه العماد ميشيل سليمان كان قائد جيش، نعم. وقالوا انه ما زال في 86 عم ينتخبوا قائد جيش، عم ينتخبوا انه ما في، وهذا الاجتهاد هلا قد يبنى عليه بالمرحله المقبله. هلا ما بعرف، انا في اجتهاد بنقبله، بعد مده بنقول انه لا ما بنقبل، مثل ما بنروح على الحوار على الدوحه هلا بنقول انه هذا غير دستوري. طيب اليوم انا بدي اعرف موقفكم من التسويه، انتم مع خيار تسويه، انتم مع خيار التسويه بين كل القوى السياسيه على رئيس توافقي؟ انا من الاول قبل الفراغ كنت دائما بقول انه رح نوصل لتسويه ولازم نوصل بالاخر، لانه ما حدا بيكسر الثاني بلبنان. نرجع للتاريخ، لا حزب بيموت ولا قياده بيموت، سياسيا عم بحكي، يمكن بيترك البلد، يمكن ما بينتخبون ناس، لكن الفكر بيبقى. نحن يا بدنا نعيش سوا يا كل واحد بده يحمل الشنطة ويفل، نحن مش فلين. إذا رح نبقى هون ورح نبقى هون، إيه هيدا البلد عم بيمشي بتسوية. طيب لا بدنا، ما هي تسوية لا بدنا نصعد صعد الخطاب السياسي ولا اللغة الخشبية ولا الشعبوية، بالآخر متر الشاطرين
بدنا نروح لمرشح توافقي. مين بيكون المرشح التوافقي؟ لهلا ما بعرف، يمكن سليمان باقي بيكون، يمكن جهاد أزعور بيكون، يمكن قائد الجيش بيكون، بس بدنا نقعد ونفكر وبدون تدخل الخارج، بيكون بدون انه الدول الخارج هن بيرضونا. استاذ عقاب يعني انت حضرتك اكيد عم بتتابع انه اليوم بالداخل ما في توافق وجاي اللجنة الخماسية عم تعمل كل هالمسعى كرمال في تقاطع دولي محلي على الرئيس. معناتها انه التدخل الخارجي ما بفيد، ما عم بفيد. يعني اذا فرنسا بكل تقلة، اذا الخماسية بكل تقلة ما عم بيقدروا يقنعونا، معناتها انه نحن لازم نقنع بعضنا. طيب اليوم في كلام عن انه بضغط هلا اللجنه الخماسيه يلي امبارح شفنا اجتماعات مهمه على صعيد الملف اللبناني بالرياض بين جايب لودريان والمسؤولين السعوديين، ومن بعدها كمان طبعا تزامنا مع كلام لودريان الجديد وتكريسه ل اذا بدك التسويه المقبله بالبلد الرئيس التوافقي، في كلام عن انه الانتخابات الرئاسيه في الشهرين المقبلين يعني بتشرينيات، يعني في عندك معلومات حول هذا الموضوع؟ يعني هل توافق على هذه المقاربة؟ جوزيفين بلا ما نبصر يعني بحسب لا ما ببصر بس ايه انه بحسب الفراغ الفراغ بدأ بآخر أكتوبر سنة الماضية، قلنا بين نوفمبر وديسمبر فينا ننتخب، بعدين قلنا راس السنة ايه عم نأجل كل بعدين شهرين قطعنا انه بشهر آب أكيد. وتتذكر إجا الرئيس ماكرون بأول أيلول بعد انفجار المرفأ أنه قدامكم 15 نهار بتألف حكومة، إجا السفير مصطفى أديب مصطفى إيه؟ أديب بعدين قديه قعدنا تألفنا حكومة. هيدا التواريخ أنا رأيي لا تضيع الوقت. لما بدأ الساعة شو يعني لما بدأ الساعة؟ أنه نحن منفكر لبنانيا مين بدنا ننتخب لمصلحة لبنان، رجل بيمثل، رجل بيقدر يأمن أكبر نسبة من التوافق، ما عم بقول 128 نائب، أكبر نسبة من التوافق بالمجلس النيابي، مستعد للإصلاحات، مستعد لتوحيد البلد. هلأ بهالحشرة نحكي عن سلاح حزب الله، بدي أرجع لك معليش هي دايما بكررها، 2005-2006 السفير فيلتمن بيقول لي أنتو لازم تعملوا أنه تنزعوا سلاح حزب الله. قلت له سعادة السفير مستعدين تبعتوا الأسطول السادس؟ قال لي لا. قلت له مستعدين تسلحوا الجيش بسلاح متطور؟ قال لي لا. قلت له مستعدين لشو؟ قال انتوا اللبنانيه. قلت له اوكي، هلا شو بقول للشباب عنا انه يجيبوا سلاح الصيد يفوتوا على الضاحيه على جنوب على البقاع ننزع السلاح. هيدا الحكي عالي السقف والتمنيات نحن ما بيوصلنا لأي مطرح. بدنا نكون واقعيين، في اليوم أزمات عالمية، إيه نيجي منحلل إيران والسعودية والنووي، صرنا زمان عم نحكي صرنا 10 سنين عم نحكي عن النووي واليمن وسوريا وبكرة القوقاز، اليوم القوقاز مش بكرة، ونحن ناطرين أنه تنحل الأزمة بأوكرانيا وتنحل الأزمة بسوريا ونحن ناطرين أنه طيب. بدون رئيس جمهورية ما يجي الحال. أستاذ أقاب قبل ما يخلص وقتنا اليوم بأول جزء من هذه الحلقة كنت عم بتعبر عن غضبك اليوم وغضب من تمثلهم أيضا بسبب عدم صدور أي مواقف متضامنة مع الشعب الأرمني يلي عم يتعرض كما قلت لإبادة بأذربيجان. هل اليوم وعربت عن يعني استياءك من أكان الرئيس مئاتي أو أكان الثنائي الشيعي، هل اليوم هذا الموقف سيعيد حسابات التشناق
السياسية بلبنان، ولا هو بس أنه موقف عبرت فيه عن استياءك؟ حدا سياسي بيخبرك أنه شو مواقف بياخو؟ إيه أكيد. عن سابق تصور وإصرار. مواقف سياسية مواقف معلنة ما لنا سرية، يعني قصدي أنه كل الأحزاب بتعبر عن مواقفها. إيه أكيد، يعني أنه اتجاهات الأحزاب السياسية هي اتجاهات معروفة. تنشوف مع الوقت أنه من التطورات تنشوف أنه تنشوف شو أكيد ما بيأثر على انتخابات الرئاسة، هيدا موضوع لبناني. إيه يعني اليوم في حال رجعتوا رحتوا على جلسة وكنتوا بنفس هذا الانقسام اللبناني، بتروحوا على نفس الاصطفاف اللي كنتوا فيه ب 14 حزيران؟ عم بقول انه الموقف اللبناني غير الموقف القومي اللي نحن عنا. انا عم بقول بغض النظر عن هذا الموقف وعلاقتنا، اكيد كلنا بدنا نعرف انه حتى بالعلاقات السياسية في احترام متبادل. نعم. وخاصة بقصص بقضايا جوهرية. ما أنا كمان يمكن أول مرة عم بتشوفي أنه أنا عم بحكي بهالغضب. صح. إيه خليهم يعرفوا أنه نحن في غضب علينا. أوكي. في غضب علينا. أنا عم شوف هذا الغضب، ولكن أنا بدي أعرف إذا هذا الغضب سيترجم في مكان ما بخياراتك السياسية بلبنان. لا ما وصلنا بعد. بس اليوم أنا من هالمنبر حكيت بالغضب. والغضب مش غضبي أنا كأجوب، غضب الشعب اللبناني، ما عم بقول الطائفة اللبنانية، غضب الشعب اللبناني. نعم. وإن شاء الله الرسالة بتكون وصلت. توصل. بتكون وصلت. بتكون وصلت. توصل. وصلت هلأ أكيد وصلت من بعد هذه الحلقة يعني. أكيد وصلت، بس متوقع جواب؟ كنت عم تقول إنه حتى هلأ تضامن ما بقى ينفع. خلص الوقت؟ لا. ما بقى ينفع التضامن برأيك؟ يعني هلا اذا دقوا لك من بعد هذه الحلقه حلفائك، مش انه دقوا لي يا حبيبتي، مش انه دقوا لي انا على تليفوني. ايه في على السكيته امبارح قلت بالمزارع على السكيته بيحكوني بيبعثوا لي مساجات، هودي يمكن انه بعرس ابني بقبلها، بس مش بقصة بموضوع إبادة شعب. طب اذا هلا طلعوا موقف يعني برأيك؟ يطلعوا موقف بعدين بنشوف. شكرا لك أنا أبقى جوب بكرة دنيا على وجودك معنا اليوم بهذه الحلقة. أمين عام حزب الطشناك، أهلا وسهلا فيك. شكرا. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.